بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم عن التصنيف classification. What is classification? Classification يعرف على أنه عملية تجميع الكائنات الحية ضمن مجاميع وفقا للتشابه فيما بينها. على سبيل المثال عندنا مجموعة الثدييات. مجموعة الثدييات هي بتتضمن كل الكائنات الحية التي تمتلك أثدى. Categories of classification، المجاميع التصنيفية. قام العلماء بتقسيم الكائنات الحية إلى عدد من الطوائف أو المجاميع التصنيفية متمثلة بالآتي: Kingdom، Volume or Division. طبعا فوليوم معناها شعبة، ديفيجن معناها قسم. طبعا مصطلح الديفيجن يستخدم في تصنيف المملكة الحيوانية. كلاس صف، اوردر رتبة، فاميلي عائلة، جينس الجنس، سبيشيز النوع. وبالتالي هناك تسلسل او نظام تسلسلي لتصنيف الكائنات الحية. طبعا السبيشيز هو اصغر وحدة تصنيفية، وهو عبارة عن مجموعة من الأفراد المتشابهة فيما بينها والتي تتزاوج وتنتج أفراد خصبة. طبعا مجموعة الأنواع المتشابهة والمتقاربة بتندرج تحت جنس واحد، ومجموع الأجناس المشتركة في صفة معينة بتندرج تحت عائلة واحدة، ومجموعة العوائل بتندرج المشتركة في صفات معينة بتندرج تحت رتبة، ومجموعة الرتب بتندرج المتقاربة أيضا في الصفات بتندرج تحت كلاس واحد أو صف واحد، ومجموعة الصفوف المشتركة والمتقاربة في صفات مشتركة بتندرج تحت شعبة واحدة، وهكذا مجموعة الشعب أو المتقاربة والمتشابهة أو المشتركة في بعض الصفات بتندرج تحت مملكة واحدة. بناخذ مثال لنوع نباتي الذي هو روزا جاليكا. روزا جاليكا بتندرج تحت جنس الروزا، family of Rosaceae، order of Rosales، class of Dicotyledon، volume of Angiosperm، kingdom plant. binomial Newman كالتشار، نظام التسمية الثنائية للكائنات الحية. يعرف هذا النظام على أنه عبارة عن نظام قياسي مقبول على نطاق واسع لتسمية النباتات والحيوانات تسمية ثنائية. طبعا كان لابد من وجود نظام واحد لتسمية الكائنات الحية. التسمية الثنائية هي عبارة عن أن اسم الكائن الحي بيتكون من مقطعين، المقطع الأول بيدل على الجنس، والمقطع الثاني بيدل على اسم خاص للنوع specific name. بناخذ مثال مانجوفيرا أنديكا. نبات المانجوفيرا أنديكا بنلاحظ أنه اسمه بيتكون من مقطعين، المقطع الأول بيدل على اسم الجنس الذي يندرج تحته هذا النوع. أنديكا اسم خاص للنوع أو مميز للنوع، بالتالي الاسم العلمي للنبات هو المانجوفيرا أنديكا. طبعا مؤسس نظام التسمية الثنائية للكائنات الحية هو العالم لينياس، حيث قام بتسمية الكائنات الحية تسمية ثنائية. هذه التسمية لا تختلف بحسب اللغة أو المناطق، فهي عبارة عن اسم موحد للكائن الحي. بقرب لكم المعلومة بشكل أكبر، يعني مثلا عند دراسة الريحان لا يمكن أن أعتمد على الاسم المحلي للريحان، ففي مناطق يعني في اليمن يسمى ريحان، في مناطق أخرى بيسمى حبق. وبالتالي عندما أقوم بجمع معلومات عن نبات الريحان لا يمكن أن أعتمد على اسم المحلي، وإنما أستخدم الاسم العلمي المعروف في جميع أنحاء العالم الذي هو الأسمم باسيلم. Classification of organism. تم تقسيم الكائنات الحية بحسب نوع الخلايا إلى بدائية النواة
وحقيقة نوى. برو معناها بدائي، كاريوت معناها نوى، إيو معناها حقيقي، كاريوت معناها نوى، حقيقة النوى. نأتي لمجموعات البروكاريوت، بداية النواة بتشمل كائنات وحيدة الخلية متمثلة بمملكة المونيرا والتي تتضمن البكتيريا. نأتي لمجموعة حقيقية النواة. مجموعة حقيقية النواة بتنقسم إلى مجموعة بتكون فيها الكائنات الحية وحيدة الخلية أو عديدة الخلايا، طبعا متمثلة هذه بمملكة البروتيستا الطلائيات. المجموعة الثانية تتميز بأنها تكون مالتي سولولار، عديدة الخلايا، تنقسم تحتها ثلاث مجاميع رئيسية بحسب نوع التغذية. المجموعة الأولى بتكون غير ذاتية التغذية، مستهلكة، لا تحتوي على جدار خلوي، الهتروتروفيك كونسيومر without cell wall، متمثلة بمملكة الحيوانية. المجموعة الثانية وهي عبارة عن الكائنات التي تقوم بعملية البناء الضوئي وهي ذاتية التغذية، تمتلك جدار خلوي، متمثلة بالمملكة النباتية. المجموعة الثالثة بتكون heterotrophic decomposers with cell wall، هي المجموعة التي تكون غير ذاتية التغذية، تعتمد في غذائها على تحليل المواد العضوية، متمثلة بمملكة الفنجاي. فيروسز، الفيروسات، تعتبر الفيروسات كائنات غير حية، وذلك لأنها تفتقر إلى وجود المادة الحية اللي هي السيتوبلازم وغيرها من العضيات، كما أنها لا يمكنها أن تتكاثر أو تتضاعف خارج خلية الكائن الحي. إذن what is a virus؟ ما هو الفيروس؟ الفيروس هو عبارة عن كائن مجهري متطفل إجباريا على الخلايا، خلايا العائل، بيكون أصغر من البكتيريا ويمكنه المرور خلال المرشحات البكتيريا. في مصطلح آخر يطلق على الفيروس أو على أشكال من أشكال الفيروس وهو البريون. What is a virion؟ البريون هو عبارة عن الشكل المعدي الكامل للفيروس خارج خلية العائل، متكون من حمض نووي RNA أو DNA مع الغلاف البروتين الكبسيد. وبالتالي فيروس معناها داخل خلية العائل، فيريوم معناها الفيروس خارج خلية العائل. General characterize of virus، صفات العامة للفيروسات، أولا أنها بتكون صغيرة الحجم جدا، لا يمكن مشاهدتها إلا بالمجهر الإلكتروني، تراوح حجمها من 2 نانومتر إلى 300 نانومتر، بتكون غير خلوية non cellular، هي تفتقر إلى السيتوبلازم والعضيات الحيوية. طبعا هي تنمو وتتكاثر داخل خلايا العائل، حيث يقوم الفيروس بتسخير العضيات الخلوية بإنتاج الحمض النووي والبروتينات الخاصة بالغلاف الخاص بالفيروس. بيتكون الفيروس من حمض نووي DNA أو RNA مع الغلاف البروتيني الذي يسمى كبسيد. هنا معنا المين ستراكتشر اوف فيروس، بنلاحظ انه بيتكون من نيوكليك اسيد، حمض نووي، بالاضافه الى غلاف بروتين يسمى الكبسيد، والكبسيد بيتكون من وحدات بروتينيه صغيره تسمى الكبسوميرا. الكبسوميرا هذه نتيجه ترتيبها حول الحمض النووي هي التي تعطي الاشكال المختلفه للفيروسات، والتي سنلاحظها في الشريحه القادمه. طبعا الفيروس لا يتأثر بالمضادات الحيوية. أيضا من صفات الفيروسات أنها تكون واسعة الانتشار وتسبب العديد من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات. طبعا من أشهر هذه الفيروسات هو فيروس COVID-19، والذي يصيب خلايا الجهاز التنفسي، والذي يسبب جائحة عالمية وأزمة صحية عالمية. طبعا
أيضا عندنا فيروس البوكس فيروس، وهذا الذي يسبب مرض الجدري المائي. والفيروسات بتكون متخصصة في اختيار الخلايا، بمعنى مثلا البوكس فيروس هي عبارة عن فيروسات تصيب خلايا الجلد وتسبب طفح جلدي مائي. فيروسات الإنفلونزا تصيب الجهاز تصيب الأجهزة التنفسية. أيضا فيروس الإيدز يعمل على مهاجمات الخلايا الليمفاوية، وبالتالي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي لدى الإنسان. أيضا من الفيروسات التي تصيب النباتات فيروس توباكو ميوزك فيروس، وهو فيروس تبرجش التبغ. Viruses shapes الأشكال الفيروسية spherical shape فيروسات دائرية brick shaped pilot shaped الفيروسات التي تشبه طلقة الرصاصة volmontous shaped وهي عبارة عن فيروسات خيطية root shaped الفيروسات العصوية و tadpole shaped أو الفيروسات المركبة أو المعقدة complex shaped وهي بتتكون من رأس وذيل، وهذه أشهرها بكتيريا بكتيروفاج وهي الفيروسات التي تصيب البكتيريا. Kingdom Monera Bacteria General Characterized تتميز هذه المملكة بأنها بتكون وحيدة الخلية، تفتقر لمادة الكلوروفيل، تتكاثر بواسطة الانشطار الثنائي، كما أن الحمض النووي غير محاط بغلاف نووي أو غشاء نووي. كيف يتم عملية الانشطار الثنائي؟ عبارة عن تضاعف للحمض النووي، ومن ثم يحدث استطالة للخلية البكتيرية، يحدث بعدها انقسام لخليتين بكتيريتين تو دوتر سيل كما موضح في الشكل. طبعا تعيش البكتيريا في أماكن مختلفة، في الهواء، في الماء، في التربة، ومنها بكتيريا هوائية ولا هوائية أريوبس أنان أيروبس. تمتلك البكتيريا 3 main forms هي كالآتي spherical shaped موضحة باللون الأحمر كوكاي معناها كروي كوكس عندما تكون أكثر من خلية بكتيرية كروية الشكل root basal root الشكل العصوي root shaped ومنها البسلس كما مؤثر باللون الأحمر و spherical shaped اللي هي عصوية Structure of the bacteria cells صورة توضح لنا التراكيب الأساسية في الخلية البكتيرية. طبعا الخلية البكتيرية تتكون من cytoplasm, nucleic acid and cell wall. نبدأ بشرح عن التراكيب من الداخل إلى الخارج. السيل وول يتكون كيميائيا من أمينو أسيد and sugar و lipids. Cytoplasmic membrane الغشاء الخلوي بيتكون من lipoprotein، كما يحدث هنا مؤشر على السيتوبلازميك ممبرين، بيحصل له انبعاجات، هذه الانبعاجات الأنبوبية تسمى المايسوزيمز، بتساهم هذه المايسوزيمز بيحتواها على انزيمات تساعد على عملية الانشطار الثنائي في الخلية البكتيرية. طبعا تتركب يوجد في الخلية سيتوبلازم، هذا السيتوبلازم بيتكون من الكربوهيدرات والليبيدز mineral components and other substances بالإضافة إلى احتوائه على الريبوسومات. Nuclear membrane بيكون absent في الخلية البكتيرية، بمعنى أن الخلية البكتيرية لا تحتوي على غشاء نووي، فهو عبارة تعتبر المادة الوراثية عبارة عن شريط موجودة في السيتوبلازم الخلية.
Kingdom Protista Algae، مملكة الطلائيات، بناخذ منها الطحالب. Volume Glenophyta، طبعا من هذه شعبة اليوجلينات هناخذ مثال ممثل للمجموعة أو الطائفة اليوجلينا. طبعا هذه الصورة توضح شكل اليوجلينا. تتميز اليوجلينا بأنها كائنات وحيدة الخلية يوني سيلولار. تمتلك هذه الكائنات أصوات فلاجيل، بتنشأ من أو تتكون من قاعدة من القاعدة المستودع. هذه هي الفلاجيل المؤشر عليها باللون الأحمر، تساعد الكائن الحي في السباحة. طبعا تمتلك اليوجلينا ديسكو كلوروبلاست، عبارة عن بلاستيدات قرصية تقوم بعملية البناء الضوئي. تمتلك أيضا فجوات منقبضة واحدة أو أكثر من الكوندراكتال فيكلز، كما يوجد بها نواة. هذه النواة تكون موجودة في منطقة الوسط. أيضا تمتلك عضو بيكون حساس للضوء يسمى الايز سبوت، كما هو مؤشر باللون الأحمر. طبعا في هذه المملكة لاحظنا أو مملكة الطلائيات لاحظنا أنه في تطور في الصفات. وجدت نواة محاطة بالغشاء النووي، وبالتالي هذه تعتبر من الصفات التطورية للكائنات الحية. فوليوم كلوروفايتا جرين ألغي، طائفة الطحالب الخضراء، بناخذ منها مثالين. طحلب كلوميدوموناس، هذه صورة لطحلب الكلوميدوموناس. يتميز هذا الطحلب بأنه بيضاوي الشكل، يحتوي على لارج كلوروبلاست بشكل كأسي، يوجد في منطقة المنتصف للبلاستيدة، حبيبات مراكز تكوين النشا أو مواقع تكوين النشا، والتي يطلق عليها برونويد. يمتلك هذا الطحلب 2 equal flagell and 2 contract fecals، صوتين وفجوتين منقبضتين. في الجزء الأمامي للخلية يوجد هناك ايس بوت، سبوروجيرا. سبوروجيرا، طحلب الاسبوروجيرا بيتميز بأنه عبارة عن طحلب خيطي غير متفرع، بيتميز فيه إلى أنه يحتوي على نواة بتكون موجودة في منطقة المنتصف المؤشر عليها باللون الأحمر. الكلوروبلاست بتكون عبارة عن مغزلية الشكل، بتكون بشكل مغزلية الشكل، تحتوي على الحبيبات تكوين النشا برنويد. فوليوم أكسانثوفايتا يلو براون ألجي، أو ما تعرف بالطحالب الذهبية. تتميز هذه الطحالب بوجود صبغة الأكسانثوفايلز يلو بيجمنت، بالإضافة إلى الكلوروفيل والكاروتين التي هي صبغة برتقالية. من المثال عليها الفوشيريا، طحلب الفوشيريا. نأتي لشعبة باسيلورو فايتا، متمثلة بطحلب الدايتوماس. الدايتوم
لها أشكال مختلفة كما هو موضح في الصورة التالية. بتكون وحيدة الخلية، توجد مفردة أو على هيئة مجاميع. الخلية بتحتوي على صبغة الكلوروفيل والكاروتين والزينثوفيلز. توجد هذه الديتومات في البحار أو في المياه العذبة. فوليوم فيوفايتا، فوليوم فيوفايتا براون ألجي، الطحالب البنية. تتميز هذه الطحالب بأنها بتكون بنية الشكل أو خضراء زيتونية، لوجود صبغة الفيكوزينثين في خلاياها. كما تتميز هذه الشعبة بأنها لا تحتوي على مراكز على بلاستيدات أو مراكز تكوين النشاء برونايد. نأخذ مثال عليها الفوكس فيوكس. بيتميز هذا الطحلب أنه يوجد في البحار، وجسم النبات فيه بيتكون من 3 أجزاء. طبعا في عندنا مصطلح اللي هو ثالث. الثالث هو عبارة عن كلمة إغريقية تعني جسم النبات، ولكنه غير متميز إلى ساق وأوراق، ولا يحتوي على فاسكولار باندل، نسيج وعائي. إذا الثالث بيتكون من 3 أجزاء اللي هي الهولد فاست، والذي يعمل على تثبيت النبات على الصخور، وأيضا شورت ستوك، ساق قصيرة تسمى ستيب، والبلاد بلاد يعني اللي هي عبارة عن نصل الورقة الثنائية. طبعا هي تعرف أنها بتكون ثنائية الشق وتحتوي على العرق الوسط. كينغدام فانجاي فوليوم إيوموكوفايتا. تتميز هذه المملكة بالآتي: أولا أنه الثالث بيعرف بالميسوليوم، وهي عبارة عن مجموعة من الخيوط الفطرية التي تسمى هايفي. طبعا الجدار الخلوي في الفطريات بيتكون من مادة الكيتين، تفتقر لمادة الكلوروفيل، وتعتمد في غذائها على تحليل المواد العضوية. تعتبر الفطريات هوائية، وذلك لأنها تحتاج إلى الأكسجين حتى تعيش. تعمل على تخزين الغذاء كمادة في شكل جلايكوجين. كلاس فايكوميسيت طبعا متمثل بفطر عفن الخبز ريزوبياس. بيتميز هذا الفطر بأن الميسيليوم تكون عبارة عن مجموعة من الخيوط. هذه الخيوط بتكون بدون لا توجد فيها حواجز عرضية نان سبتيت، كما يؤشر في بالسهم الأحمر. طبعا كل خيط فطري مداد بيرسل إلى الأسفل أشباه جذور تعمل على امتصاص الغذاء. طبعا مقابل أشباه الجذور الروزايد بيوجد خيوط فطرية بتعمل على حماية الأبواغ الجراثيمية تسمى سبرونغوفيروس، والتي تنتهي بنهايتها بالسبرونجيام. نأتي لكلاس أسكوميسيت. طبعا هذا الماسيليوم أو عفن الخبز بيكون فيه الفروع أو الهايفي بتكون سبتيت، بتكون مالها سبتيت، تحتوي على حواجز عرضية. الميسيليوم بيتكون من
جدار خلوي بيكون رقيق ويحتوي على عدد من الأنوية. طبعا هذه الفطريات تعرف منها فطر البانسيليوم والتي تتكاثر لا جنسيا بواسطة الكونيديا والتي تحمل على الكونيديو فايرا. هذا عبارة عن حامل جرثومي يحمل الكونيديا والأحجام الصغيرة هذه المدورة هي عبارة عن كونيديا والتي تساهم في انتشار الأبواغ الجرثومية لفطر البنسيليوم. كلاس بازيدو مايسيتس أغاريكاس. طبعا أغاريكاس هو عبارة عن فطر عش الغراب التي يحتوي على أشكال وأنواع مختلفة. يستخدم عش الغراب كغذاء وذلك ليحتوي على نسبة عالية من البروتينات. طبعا ليست جميع أنواع الفطريات قابلة للأكل، حيث أن تتميز الأنواع السامة بأن ألوانها بتكون زاهية، بينما الألوان الباهتة البيضاء أو البنية هي التي يمكن أن نتناولها كغذاء. طبعا الأغاريكاس بتكون كالتالي، الشكل المورفولوجي لهذا الفطر بيتكون كالتالي كما في الصورة التالية، عبارة عن جولونسوا أو هو شكله بيكون شكل مظلي. الجزء المنتفخ أو المؤشر بالسهم الأحمر هي عبارة عن القولونسوا. أسفل القولونسوا يوجد خياشيم، هذه الخياشيم هي تحمل الأكياس الجرثومية اللي تسمى البازيديوم سبور، وساق هذه الساق بتكون ملتحمة مع القولونسوا بغشاء رقيق. عند النمو الأفقي للفطر تنفصل القولونسوا عن الساق مكونة طبقة حلقية حول الساق. كينغدم بلانتيا مملكة النباتية. طبعا المملكة النباتية تقسم إلى نباتات بذرية ونباتات لا بذرية. النباتات البذرية وهي النباتات التي تكون بذور، ومنها نباتات عاريات البذور الجيمينوسبيرم ومغطاة البذور الأنجيوسبيرم. بالنسبة للنباتات اللابذرية وهي عبارة عن النباتات الحزازيات والسرخزيات، وهي نباتات لا تشكل بذور. طبعا أنا أتطرق لخصائص هذه النباتات. بنبدأ بالبروفايتس الحزازيات. تتميز هذه النباتات بأنها نون فاسكولار بلانت، بمعنى أنه لا توجد فيها أنسجة وعائية. دورة الحياة بتعتمد فيها على المياه لعملية التكاثر. طبعا تفتقر إلى الأزهار ولا تنتج بذور، وهي تنتج فقط سبورات أبواغ. طبعا عملية الإخصاب الفرتلزيشن لابد أن يكون هناك وجود ماء حتى يتمكن الإسبرم من السباحة والوصول إلى البيضة. طبعا الحزازيات بتقسم إلى ثلاث مجموعات وفقا للشكل والنمو، وهي الموسس الحزازيات الحقيقية، وليفر وورتس حزازيات كبدية، والحزازيات القرنية هورن وورتس. بتروديو فايتا بناخذ عليها الفيرنس اللي هي السرخسيات. تتميز هذه الطائفة من النباتات بأن الطور السائد فيها هو عبارة عن السبوروفايتا الطور البوغي، تحتوي على أنسجة وعائية بسيطة بالإضافة إلى وجود الجذور. طبعا
يحاط النبات بطبقة من الكيتوكل اللي هي الأدمة اللي بتحميه من المياه، بالإضافة إلى أن الأبواغ فيها بتنتشر عن طريق الرياح اللي هي سبورز. تنتج هذه المجموعة النباتية أبواغ متماثلة، هوم معناها متماثل، سبورز معناها بوغ. نأتي لـ structure of بتروديو فايتا. تتركب تتركب النباتات البتروديو فايتا السرخسيات من إيش؟ من الفرنويد. الفرنويد هو عبارة عن أوراق غير حقيقية، وهو المؤشر عليه بالسه. طبعا بيتكون الفرنويد من البلاد اللي هو النصل المؤشر عليه باللون الأحمر، والعنق البيتلو. إذن الفرنويد بيتكون من عنق ونصل، بالإضافة إلى أن الفرنويد يحمل ساق ريزومية اللي هي موجودة تحت سطح التربة، بالإضافة إلى جذور تمتد أو تصل موجودة تحت سطح التربة. طبعا نصل الورقة في البتروديو فايتا اللي هي البلاد بيحمل مجموعات سوارية سواغ اللي هي مجموعة الأبواغ، هذا عندنا البصة يؤشر إلى النصل في السرخسيات. نلاحظ أن هذا النصل بيحمل عبارة عن مجموعة من الأبواغ كيسي، الأبواغ الكيسية. كلاس جيمينوس بيربس، عارية البذور. طبعا تتميز هذه العائلة بأنها بتكون أشجار خضراء خشبية دائمة الخضرة. النسيج الوعائي الفاسكولار سيستم، يعني لديها نسيج وعائي. طبعا تتميز بأنها لا تكون أزهار، والبذور فيها عارية بمعنى أن البذرة غير محاطة بغلاف. هذه صورة تمثل أجزاء عاريات البذور. التركيب التكاثري لهذه في هذه الطائفة عبارة عن كونز مخاريط، هذا مخروط أنثوي المؤشر به السهم الأحمر، ومخروط ذكري يقوم بإنتاج حبوب اللقاح. تشريحيا بتكون قريبة لنباتات ذوات الفلقة. طبعا الجيمينوس بيرمز أو عارية البذور بتكون متغايرة الأبواغ، هتروسبورز، هترو معناها مغاير، سبورز معناها بوغ، بمعنى أنها تنتج نوعين من الأبواغ المذكرة و المؤنثة. مايكروسبورز معناها تنتج تقوم بإنتاج البولين جرينز. ميغاسبورز وهي التي تقوم بإنتاج أو تشكل البويضة. كلاس أنجيوسبيرمز، مغطاة البذور. تتميز هذه الطائفة بأنها توجد بها أزهار، ولذلك تسمى بالنباتات الزهرية. الأنجيوسبيرمز تعيش في بيئات مختلفة سواء صحراوية أو في المياه العذبة أو المالحة أو غيرها من البيئات. طبعا بتختلف أحجامها من نباتات ميكروسكوبية إلى نباتات متمثلة بالأشجار، قد تصل ارتفاعها إلى 300 فيت. طبعا الطور السائد في هذه مغطاة البذور هو عبارة عن السبروفايتا. سبروفايتا معناها الطور البوغي والمتمثل بجسم النبات، أي أن النبات المتكون الذي يشكل السيقان والأوراق والأزهار بيكون ثنائي، الخلايا فيه بتكون ثنائية الجنس مع وجود تبادل للأجيال، بشرحها بعدين. إذا سبروفايتا معناها الطور البوغي، وهو الطور السائد في حياة النباتات مغطاة البذور.
ناتي للجميتوفايتا أو الطور الجنسي. هذا الطور الجنسي المتمثل بحبوب اللقاح والبويضة بيكون عبارة عن أحادي الصبغة. طبعا هذا الجميتوفايتا بيكون مفتقر لمادة الكلوروفيل، يعني حبوب اللقاح والبويضة لا تحتوي على صبغة أو مادة الكلوروفيل، بتعتمد على الإسبروفايتا على الطور البوغي، بمعنى أنه الطور الجنسي المتمثل بحبة اللقاح والبويضة تتطور وتتشكل داخل الطور البوغي. طبعا مغطاة البذور تعتبر هيتروسبورز متغايرة الإسبورات، أي أنها بيكون هناك نوع من الإسبورز الذكرية والأنثوية. طبعا في مغطاة البذور بتكون البذرة محاطة بغلاف أو قد تكون محاطة بالثمرة. طبعا مغطاة البذور تتميز بوجود الأنسجة الوعائية اللي هو الزيلم والفوليوم الخشب واللحاء.